بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا احفظنا من كل شر حتى نبرك كل البر، حيث أن الشر لا سلطان له علينا، سواء كان متمثلا في إبليس اللعين أو في أعوانه من إنس وجن. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الأوبشليئة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل. إذا متوانسة المصريين الهالكين في أمة الكرب، ما الدين ديهم من أسقط خلق الله، وهم الله سعود والإمارات والبحر. ما دين ديهم خاطر عندهم مال حرام، وخذاه بسرقة النفط أو الذهب الأسود من الأمة. هو حق الأمة ولا حق الكلاب؟ من أمثال ولي العهد قال كان غني ولي الحرية باش نتصرف في الملك، قالوا مال في قارون، قال وكلاها وتمسح في بطن الأرض وفتكت به أي فتك. ولهذا يا توانسة، يا مصريين، يا شاميين، يا يمنيين، أينما كنتم، ولا حتى سودانيين، احذروا هؤلاء القوم، إنهم بل مصابون بداء غضال. نسأل الله أن يسلمنا من كل شيء يفسد أمرنا مع ربنا الأوحد سبحانه وتعالى.